بخصوص السؤال المطروح حول ظاهرة روتيني اليومي، هو لا شك الإقبال لهذا الفعل ناتج عن فئة داخل المجتمع يعني تتاجر بهذا الاسم بما يعرف بروتيني اليومي، نظرا لعدة أسباب من ضمنها فقر القلب والفقر العقلي الفكري، لأنه لو كانت عند هاد الأشخاص منظومة فكرية معتدلة ومتزنة وتتخللها الأخلاق الفاضلة ما يقبلون على هذا الفعل الشنيع. عشان نقول لك أخويا هادشي ولا كيشوه بالبلاد الصراحة، ولا كنشوفو شي حوايج في يوتيوب بزاف، وما ما عرفتش علاش الشركة ديال اليوتيوب مباش زعما تسمح هاد الفيديوهات، وليت كتشوف مرا كبيرة ولابسة شي حوايج وكيجبدو شي مواضيع، أصلا المواضيع اللي كيدو فيهم شي مواضيع كيفاش دير وكيفاش هو. أنا وليت كنحشم نتفرج في داكشي والله ما كدبر. الحل اخويا خص واش ما عرف فهمتش انا واش معدهمش الرجاله ديالهم اخو اللي كيحكموا فيهم، والله ما فهمتش. من طبيعه الحال الروتين اليومي دابا كل واحد كيتاخذ هذه الطريقه، اما التجاره اما الاشهار اما شي حاجه، كل واحد عنده طريقه ديالو اللي كيمكن يجر بها، ولكن كاين فيه ما هو ايجابي وكاين فيه اللي هو سلبي. كاين الحاجات اللي كتكون مزيانين بحال شي حاجه كتعلم الناس، بحال مثلا كيديروا بعض المرات شي طابخ او كيديروا شي صناعه او شي مسائل هكذا، هذه مهمه باش الناس الاخرين كيستافدوا، ولكن كاين شي وحدين اخرين كيديروا شي حاجه اللي يمكن تكون الناس ما تقبلوهاش، كتبيهم تيحسبوها هما بانها كتقل من مثلا الاحترام ديالهم او الحياه ديالهم، الا انه كاين الانسان الحاجه اللي ما عجبتوش ما يدخلش لها. انا بالنسبه كنشوف بالنسبه بحال اليوتيوب ولا هذا، ما عجبكش الحاجه ما تدخلش لها كاع بمره. ونحو ذلك في موضوع الروتين اللي هو ما يعرف فيه لونوي او الضجر او القلق او الرتابه في الحياه الوجوديه، هو سمه الانسان الحيواني القلق. نحن في الدول المتخلفه لا نشعر بالرتابه والضجر ولونوي القلق ومرور الوقت مرارة الوقت أقصد إلا بقلة المال. أما العلماء الفنانون الفلاسفة الألباء يشعرون بثقل الوجود متى عدموا أعمالا إبداعية وفكرية جادة وفنية. الآن هنا الفراغ المطلق، الموت الشبه المطلق، غيبوبة، تخلف، أمية، لعنة وجودية تسمى الحياة الروتينية المغربية. خويا الدائرة ديال الروتين اليومي هي واللي كنشوفوها كثيرة في الفيديو ديال اليوتيوب، وخلقات مشاكل كبيرة في المجتمع ديالنا، ولو العيالات ديالنا في خطر ولو حتى هما كيبغيو يديروا الروتين اليومي. دابا المشكلة كبيرة ولات واحد الدائرة أخرى، ولو دابا الأزواج ديالهم هما اللي ولاو كيشدوا التليفون وكيكادريو الزوجة ديالو ديك الفورمه ديالها وداك الجسد ديالها كامل، يعني هذا خطا كبير وخطر كبير. فهمتي حشومه ملي يولي الزوج كيشجع على الزوجه ديالو، يعني هو شوف اليوتيوب انسان عادي، ولكن الا بغيتي تشجع الزوجه ديالك اللي كانت غدير شي رساله شي ميساج او كوميديا كاع ربما اللي الانسان يستفد منها. اما هاد التفاهات الخاويه يعني هذه ماشي رجوله وماشي مغربيه، فهمتي هذا خطر كبير. روتيني اليومي انا ما متفقش معاهم، حشومه حيت الجسد ديال المراه خص يشوفها غير الزوج ديالها في البيت ديالو، ما تبانش علانيه في الاكستيريور. اخويا داكشي ما كيحتاج تعليق، بوان فينال.